عليكم تحية طيبة. هذا الشارع بسوق البصرة قرب علوة أسماك البصرة، يعني هذا الشارع انقطع تماما، ماكو أي مجال، يعني واحد يدخل لا السيارة من الطين، المواطن ما يقدر يتعدى، وهاي المحلات هنا كلش تضررت، يعني ما يقدرون يدخلون حتى المحلهم. هذا الحجي صاحب حقل، هو راح يتحدث عن الشارع. السلام عليكم. تفضل حجي. الناشد وزير البلديات، وزير الإسكان، والراشد أيضا محافظ البصرة أسعد العيداني، والناشد مدير بلدية البصرة، مدير بلدية الخور أيضا لينقطع إلى هذا جامع الكواز، علوة السمش، سوق الدجاج. هذا حاليا ما حد يقدر يدخل بي، هاي أرزاقنا هنا تجي من ناحية الدجاج، ناحية الأسماك، من ناحية معدات ملتزمات الدواجن، ناحية السوق هم يدخل من هنا. هذا الشارع صار له ما يقارب 10 سنوات أي خدمات ما بي، اي تنظيف، اي ارصفه ما بي، بلطوا هذاك الشارع سووا بي ارصفه، وهذا من المدخل منا من علوه السماكه لا نهايه السوق ما تقدر تدخل بي، والله العظيم لا مره ولا طفل ولا رجل. زين شنو ذنبنا احنا؟ وهاي احنا شوف احنا البصره ام البترول، ام المنافذ الحدوديه، ام كذا. فالناشد محافظ البصره رجاء اخوي بن ابو محمد ترجاء مدير بلديه البصره، الوزير، رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء الكاظمي، ان يساعدنا ويسوي لنا حل لهذا الموقع معنا. شكرا.